معنا على الهاتف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي. يا سيادة العميد اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ ابراهيم، ازي صح يا فندم؟ تحياتي وتحياتي المهندس عادل. الله يخلي سعادتك يا فندم، ربنا يخليك. طمنا ايه الاخبار في الترتيبات الاول لدخول المباراه واسعار التذاكر ومجريات سيرها؟ لا الحمد لله في اقبال الحمد لله من الجماهير، وانت عارف طبعا الظروف صعبه، الجو برد جدا. صحيح. جدا يعني احنا بنشفق على الجماهير وبنشفق على رجال الامن ومديريه امن اسكندريه، واحنا حاولنا ان احنا فعلا بعتنا الاتحاد الافريقي الميعاد المباراه، كان جهاز الكوره بقياده كابتن طلعت حفيظ، كنا طلبنا المباراه الساعه 6، ولكن الاتحاد الافريقي طبعا هو اللي بيحدد المباراه نتيجه يعني طبقا للبرنامج الاعلامي والاعلاني بتاعه عشان خاطر القنوات النقله والشركات الراعيه، وطبعا للاسف الميعاد الساعه 9، بس ان شاء الله بقصده باذن الله باذن الله احنا واثقين في جماهيرنا واداره المباراه بعد العرض على رئيس النادي ومجلس اداره النادي الاهلي، وافقوا على ان يكون التذكره ب 10 جنيه دعما لجمهور النادي الاهلي. وطبعا احنا لاقيين فيه الحمد لله اقبال بالنسبه للمباريات الصافه وظروف الامتحانات، طبعا انت عارف في امتحانات نصف السنه اللي شغاله اللي فضلت الجامعه والمدارس، ولكن الحمد لله في اقبال كويس واحنا متابعين كويس، وبالفعل جمهورنا ابتدى يستلم التذاكر على مستوى فروع فوري، وكان في مشاكل احنا بنحلها ومتواصلين معاهم مع المهندس كمال محسن المسؤول عن البرنامج الاي تي بتاعنا، مسؤول بيتابع معانا على طول بصفه مستمره. كان في حتى مشكله اقربها وانا بطمن كل الجماهير في منفذ ثوري في حدايا الحلوان، وبطمنهم التذاكر هتوصل، كان عندهم مشكله ثوري وبلغونا ان التذاكر هتوصل. واحنا ان شاء الله طبعا برضو فاتحين منفذ في اسكندريه، يمكن التذاكر النهارده نفذت فيه، فبكره ان شاء الله باذن الله بطمنهم برضو ما في تذاكر موجوده، والمنفذ شغال في اسكندريه من الساعه 10 صباحا لغايه نفذ التذاكر، فانا يعني بنطمن الناس الحمد لله في اقبال من الجماهير. المنفذ فين في اسكندريه تحديدا يا سياده العميد؟ استاد اسكندريه. في استاد الاسكندريه. تمام. واحنا طبعا تحديد المباراه بتاعت استاد برج العرب كان اختيار للجهاز الفني عشان خاطر بعض مباراه سموحه بدل ما الفريق يبقى رايح وجاي عشان في اجهاد على اللعيبه ويكون في معسكر للفرقه، فهم اختاروا برج العرب، وان شاء الله باذن الله الامور ماشيه على مرام يعني، وهتبقى باذن الله كويس وربنا يسهل باذن الله وربنا يوفقكم ان شاء الله. طيب اقبال ملحوظ من الجماهير، يبقى الاقبال من الاعضاء، اعتقد من الموضوعات المهمه جدا اللي على المائده دلوقتي عندك العضويات الجديده في مقرات النادي المختلفه، لانه برضو ده جزء لا ينفصل عن طموحات النادي الاهلي وترتيباته. ده طبعا برضو من المواضيع المهمه جدا في لجنه العضويه برئاسه الاستاذ ابراهيم الكفراوي والاستاذ طارق قنديل، دول عاملين مجهود بصراحه يعني يشكر عليه، وكان رئيس النادي وجه لهم الشكر على المجهود اللي بذل في الفتره اللي فاتت والاقبال على العضويات. واحنا برضه خلي بال حضرتك ان احنا في الجمعيه العموميه الاخيره اعتمدنا الاسعار الجديده لعضويه النادي الاهلي، العضويه العامله اللي من حق العضو الدخول في الاربع فروع ان شاء الله، الفرع الرابع التجمع الخامس، وده الفرع المهم بالنسبه لنا وبالنسبه لمجلس الاداره. فالعضويه هتبقى دلوقتي لغايه 1/2 350,000، هتغلى ان شاء الله باذن الله من 1/2 بسعر طبقا لقرار الجمعيه العموميه هتبقى 500,000 جنيه، واحنا منتظرين، وفي يعني اعضاء كتير يعني في من رغب في الاشتراك في عضويه النادي الاهلي، في ويتنج ليست كتير موجوده، واحنا بنقول لهم وبنطمنهم انت هتتحاسب وهتعامل طبقا لوقت تقديم طلب العضويه لغايه 1/2، لان في طبعا زي ما حضرتك عارف يعني حوالي اسبوعين اهو، 20 يوم تقريبا، وبعد كده العضويه نص مليون جنيه مش كده؟ اللي بيقدم بس خلال الاسبوعين دول بيحتفظ بحقه على السعر اللي هو 350,000 جنيه خلال الاسبوعين، يعني عشان برضه الناس تبقى مطمنه، لان هو انت بتيجي تقدم النهارده الطلب في اداره الاشتراكات او في اداره النادي بتاخد ميعاد للمقابله مع لجنه شؤون العضويه، الانترفيو اللي بيتعامل فيه اللي بيبقى فيه موافقه او عدم موافقه، ولكن انت حقق في الثمن او السعر اللي لعضويه النادي الاهلي وقت ما انت قدمت فيها طلب الالتحاق. العبره بتاريخ الطلب. اي تمام يا فندم، العبره بتاريخ الطلب، فهو زي ما احنا بنقول هو العضويه العامله 350,000 حتى 1/2، عقد 1/2 ان شاء الله هتبقى ب 500,000 جنيه، العضويه الاشتراك في طلع الشيخ زايد 125,000، 1/2 هتبقى ب 175,000، العضويه في التجمع الخامس 200,000 وبرده نفس القصه، يعني بس دي عندنا فرصه شويه لان طبعا الشيخ زايد ده
لسه تحت الانشاء، والمفروض باذن الله خلال ال 24 شهر يعني خلال عامين ان شاء الله باذن الله يكون المرحله الاولى بتاعه التجمع تغيير السعر ان شاء الله. التجمع هتبدا تغيير السعر ان شاء الله باذن الله فرع التجمع، وده اللي مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب بذل مجهود جامد جدا. كان عندنا مشكلات في الارض، وكان رئيس النادي توجه لرئاسه مجلس الوزراء، وفعلا اخذنا موافقه بتغيير في الاحداثيات مع الحفاظ على المساحه 50 فدان، مع الحفاظ على الموقع المتميز هناك في التجمع الخامس، جايبين فيها ان شاء الله باذن الله يعني من اكبر الشركات هتبدا في التنفيذ، في المستشار الهندسي المهندس علي سامح بيبذل مجهود جامد جدا في استخراج الترخيص مع نائب رئيس النادي، يعني الحمد لله بنتحرك في كل الاتجاهات بشكل كويس ان شاء الله. اذا التجمع 200,000 والفرصه الحقيقيه انه العضو اللي هيشترك في التجمع هيحتفظ لنفسه بحق النقل للعضويه العامله الكامله خلال 4 سنين على السعر القائم حاليا اللي هو 350,000 ايا كان السعر المتحرك بعد كده. برضه يعني دي برضه من الممثلين. لمده قد ايه يا محمد بيه؟ يعني هو له الحق في استكمال ال 200 الى النص مليون لمده قد ايه؟ لا الى 350. الى 350 أو خلال الاربع سنين. كل من هتقدم للاشتراك في عضويه التجمع الخامس في الوقت الحالي حتى 1 فبراير فله الحق في استكمال باقي العضويه العامله على سعر 350,000. بدايه من 1/2 اي حد هيتقدم على عضويه التجمع الخامس اللي هي 200,000 لو عايز يجدد العضويه، يعني يبقى عنده العضويه العامله واستكمال عشان خاطر يبقى عضو عامل في النادي الاهلي له الحق تكون في الاربع فروع هيبقى يتعامل على 500,000. فمن اللي بيرغب في عضويه التجمع الخامس عنده فرصه برضه ان هو بيحافظ على سعر ال 200,000 للتجمع الخامس وسعر ال 350,000 للعضويه العامله حتى 1 فبراير. لا وهرجع لا عايزين نشرحها تاني دي، معلش لحظه استاذ ابراهيم. اتفضل. بالمعنى النهارده انت النهارده حضرتك يا كابتن عدلي اشتركت، انا دفعت 200,000 دلوقتي. تمام. عندي الحق ان انا استكمل ال 350 لحد امتى؟ لا زي ما حضرتك عايز انت هتستكمل طالما في الاربع سنين سنتين. خلال الاربع سنين. خلال ولا مش محدده؟ لا خلال الاربع سنين. تمام، خلال الاربع سنين من حقك تستكمل العضويه بتاعت حضرتك. طيب لما تيجي تستكمل العضويه هتستكمل على 350,000 ولا هتستكمل على نص مليون؟ لا اذا تقدر تدفع 200,000. السعر اللي حضرتك قدمت فيه كان العضويه العامله، يعني النهارده قدامنا 15 يوم دول، 15 يوم من حق عضو فرع التجمع الخامس استكمال عضويته على 350,000 اللي هو قبل 1 فبراير. تمام يا فندم. طب واللي بعد 1 فبراير بقى؟ لا خلاص بقى هيبقى هيتعامل على العضويه العامله اللي هي بنص مليون جنيه. ايوه ماشي تمام. وضحت ولا برضو؟ لا وضحت، بس هلخصها في كلمتين بقى لان دي فيها لخبطه شويه. انا دلوقتي لحد 1 فبراير لو دفعت 200,000 من حقي لمدة 4 سنين أدفع 350، بعد 1 فبراير هدفع 200,000، بس بعد كده لما أجي أستكمل هستكمل على نص مليون، صح؟ كده مظبوط، تمام. شكراً. تمام. طيب اللي عنده الرغبة يعمل إيه؟ حضرتك إحنا الباب الاشتراك مفتوح، بيجي النادي الأهلي يروح مقر الجزيرة مش كده؟ طبعاً بيشتري استمارة التحاق من إدارة الاشتراكات في الجزيرة، مش لا في الشيخ زايد ولا في ولا ممكن يروح الفرع. لا التجمع لسه فرع التجمع الخامس، فرع التجمع الخامس في الجزيرة، أما فرع الشيخ زايد من حقه يروح يقدم الطلب العضوي في فرع الشيخ زايد. تمام، يعني الشيخ زايد يقدر يتعامل مع اشتراكات الشيخ زايد، لكن فيما يخص التجمع والجزيرة يجي الجزيرة أو مدينة نصر. يجي الجزيرة. لا هو لا مفيش مدينة نصر، الجزيرة المركزية في الجزيرة، لأن هو النهاردة بيحدد له ميعاد بمقابلة اللجنة من خلال الجزيرة الطلب اللي متقدم، وبيصير الاستمارة للشراكة العضوية من فرع الجزيرة. من فرع الجزيرة، وكل المقابلات وكل السنتر في التحرك من الجزيرة. تمام يا فندم، كل المقابلات من الجزيرة، وبيحدد لهم ميعاد، وبيلتقي بيهم لجنة الشؤون العضوية الممثلة في رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم الصفراوي والأستاذ طارق أنبيل والاستاذ محمد الجرح واستاذ الضمان. وده يوميا ما عدا الجمعه مش كده؟ يعني طوال الايام الاسبوع ما عدا الجمعه. لا لا احنا شغالين الجمعه برضو. الجمعه الاشتراكات شغاله كمان. تمام يا فندم، شغالين الجمعه كمان، وبنطول برضو في المواعيد، بدل المواعيد تنتهي الساعه 3 بنخلي المواعيد تنتهي الساعه 7 بالنسبه للعضويات. بيبقى في فتره طويله بين تقديمه وبين استدعائه للمقابله ولا مده قصيره؟ لان في ناس بتسال بتبقى جايه من بره مصر مخصوص عشان تنجز المهمه وتسافر.
لا احنا برضو بنراعي حسب الفتره اللي فاتت هذه الحالات، الناس اللي بتيجي من الخارج عشان خاطر عاملين في الخارج، بنراعي هذا الموضوع، بنحاول خلال 72 ساعه بيكون انهى اجراءات الالتحاق في الناس. تمام، ما فيش عندنا مشكله في الموضوع ده خالص، احنا بالعكس احنا بنراعي كل في اسئله كتير بس هنخليها الفقره. يعني كان نفسي اسالك مثلا، هو احنا فعلا بعتنا جواب للجنه القيم بالاتحاد المصري ولا لسه هيتبعت؟ خلي كل حاجه في مرحلتها، خلي حاجه في كل حاجه في معدها، ماشي بتدريج بكل حاجه خليها في المرحله بتاعتها. احنا بس النهارده بنحاول نوضح لجماهيرنا اللي احنا مستقبلينهم، بنحاول نوضح لجماهيرنا برضه، عايزين نبعت لهم رساله رجال امن النادي وشركه الامن المخصصه اللي بتساعد الامن النادي ورجال مديريه امن اسكندريه، منتظرين جماهيرنا يوم السبت، منتظرينكم من الساعه 9 صباحا عشان خاطر يامنوهم. فانا بدعو جماهيرنا برضو، احنا عايزين مساندتكم، عايزين تبقوا في ظهر الفرقه وتتعاونوا مع الامن اللي موجود عشان خاطر نظهر بالشكل اللي احنا كلنا مستنيينه في من جماهيرنا. واحنا بنراهن دايما على وعي جمهورنا، وهرجع اقول ثاني، احنا الجمهور مفيش حد بيفرق، مفيش فرق بين جمهور النادي الاهلي او عضو جماعه عموميه النادي الاهلي، كله بيحب النادي الاهلي بما فيهم مجلس الاداره، كلنا جمهور النادي الاهلي وكلنا في ظهر النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي.